السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأعلى عمارة يتم بناؤها في الجزائر، واللي تقع في مدينة وهران بالمنطقة المسمى فرنج ماريتيم، واللي تقع يعني على البحر. إذن وهذه العمارة اللي يعني طالة يعني مدة الإنجاز طولت شوية، حيث أنه يعني بدأت الإنجاز فيها في 2015 والآن حوالي 7 سنوات. ويعني الشكل ديالها الشكل يبدو بسيط، ديمودي كما نقولوا، اكل الدهر عليه وشرب، لكن معليش ننتظر النهايه نتاع يعني البنايه ونشوف الشكل النهائي نتاعها، لانه مازال فيه بعض الديكورات اللي حسب ما شفت يعني الروندو تاع العماره هذه التصميم تاعها، لكن يبقى تصميم بدائي قديم، لأنه الآن أنا دخلنا في مرحلة لو دريسينغ تري ديمونسيونال، يعني تصميم يعني غلاف خارجي ذات أبعاد، 3 أبعاد، يعني فيه إبداع جديد، طريقة جديدة في التغليف تاع العمارة، بغض النظر عن الشكل نتاعها اللي يكون يقدر يكون مش يعني باراليليبيديك، يعني شكل مربع مكعب، فيه اشكال انسيابيه، فيه يعني امور اخرى، لكن للاسف هذا هو الحاضر. ان شاء الله المسؤولين والمطورين كل يوم نعاود ونكرر بدون كلل ولا ملل، لابد يبقى الامل انه المطورين عقاريين والمسؤولين نروح ل يعني تصاميم أكثر جاية فيها جرأة فيها إبداع، لأن العالم يتطور وإحنا لابد علينا أن نتطور وأن نقدم الجديد دائما دائما وأبدا في ميدان الهندسة المدنية، في ميدان الهندسة المعمارية. وللذكر هذه فيها 28 طابق، وفيها ان دوم في الاخير، فيها قاعه مغطاه في اخر يعني في سطح العماره، وال يعني الكل العماره تفوت 125 متر، وعندنا حاجز بسيكولوجي خاصه في وهران ان عدد الطبقات تلحق 28 طبقه، 28 طبقه تحبس في 28. عندنا حاجة بسيكولوجي هو الرقم 28. إلى يومنا هذا مازال ما شفتش إنشاءات فوق 29 30 وأكثر، مازال ما شفناهمش، والمفروض نروح إلى أعلى من هذا، لأن الوهران أخذت يعني بعد متوسطي، بعد مدينة ميتروبول ميديترانيان، ميتروبول يعني عالمية، تدخل في العالمية يعني بيت باي بيت، بالعقل بشوية 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 ندخله، لكن لازم تكون فيه مشاريع جريئة. نتمنى يكون فيها يعني خير، والسلام عليكم.